بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص مبادئ الكيمياء، سنتحدث اليوم عن الشحنة النووية المؤثرة وما تعرف بـ effective nuclear charge. طبعا التعرف على هذا الدرس ومحاولة فهمه، سنركز الآن على بعض الأفكار هنا. طبعا أحيانا تسمى في اللغة العربية بتأثير الحجب، فقط هنا تأثير الحجب shielding ما يعرف في الفيزياء الذرية، هو مصطلح يصف قوة التجاذب بين الإلكترون والنواة في أي ذرة لها أكثر من غلاف إلكتروني واحد. يعني هنا تأثير الإلكترون الذي يحد من الانجذاب، تأثير الإلكترون الذي يحد من الانجذاب الكهربائي السكوني لبروتونات النواة مالك الإلكترونات الأخرى داخل النواة، تعطى بهذه المعادلة زد الإفكت، عددها يعني المؤثر هو عبارة عن عدد Z minus السيجما. هنا السيجما ترمز لعدد الإلكترونات الموجودة خارج النطاق، وزي كما تعلمنا سابقا هي العدد النووي. يعني لو نحن رسمنا نواة ووضعنا حولها هذا المدار، هنا عبر هذا المدار وجود لي إلكترون، طبعا هذا الإلكترون سوف يتأثر بهالة من الشحنة. هنا طبعا هنا يقول لك انجذاب كهربائي السكوني، معروف أن النواة يوجد فيها نيوترونات لا شحنة لها وبروتونات شحنتها موجبة، تعمل على جذب الإلكترونات الموجودة عبر المدارات في الخارج بقوة كهروسكونية. هذه القوة الكهروسكونية تعمل على توازن الذرة كما تعلمنا. إذن يوجد عندي ثلاثة أنواع للحجب. بداية هو يحجب الإلكترون بقوة بسبب وجود الإلكترون في الرباط الجزيئي القريب من النواة، يعني كلما كان الرباط الجزيئي قريبا من النواة هو السبشل، الرابطة الجزيئية التساهمية، كلما كانت قريبة من النواة كلما كان تأثير هنا أكبر. تأثير طبعا يأخذ الإلكترونان، فرض أنه هنا يأخذ الإلكترونان، كلما كانت أقرب من النواة كان تأثير هذه القوة أكبر. الإلكترون في نفس الرباط الجزيئي يحجب قليلا إذا ما قرب الإلكترون على نفس الرباط الجزيئي، إذن أحدهما يأخذ قوة أكبر من الأخرى في حجبه. الإلكترون البعيد عن النواة لا يحجب مقارنة بالإلكترونات القريبة إلى النواة. دعونا نتعمق أكثر في هذا الدرس الآن. طبعا هنا نستخدم الأتوميك راديوس. طبعا هنا نعرف هنا بأن كل نواة إلى جانب الأخرى فإن المسافة بينها إلى الأخرى هي عبارة عن القطر، هذه المسافة هي نفس مسافة القطر من هنا إلى هنا، فنستطيع أن نحسبها بهذه الصورة. يعني هذه فكرة بسيطة جدا من الأفكار التي حضرت للكيميائيين أو الفيزيائيين النوويين في هذه الحالة عندما فكروا في الرباط التساهمي وكيفية القدرة على قياس هذه المسافات بين الذرات من خلال اعتماد اتصالها مع بعضها البعض يولد مدارات متساوية، فكانت هذه هي المسافة. هنا نفرض عندنا بالبداية الليثيوم، أنا مهم عندي جدا الآن تركز معي الآن إن شاء الله بالمثال يتضح المقال كما يقال. لاحظ هنا في المدار الأول أنا عندي الليثيوم، عندي اثنان يأخذ عندي إلكترونان في المدار الأول. في المدار الثالث يوجد عندي إلكترون واحد. ما الذي يحدث هنا؟ استخدم المعادلة الزد إفكت، هي عبارة كما قلنا عبارة عن زي ماينس سيجما. طبعا الثري من أين تأتي هذه؟ الثري هي زي، واحد اثنين ثلاثة. سيجما هي عبارة عن عدد الإلكترونات في المدار الأقرب، هي واحد واثنين. إذا هو يساوي واحد. من أين ماذا نقصد بهذا الواحد نحن هنا؟
منقذ الواحد، نقصد بهذا الواحد طبعا بأنه هنا القوة الكهروستاتيكية بين الإلكترون الموجود في المدار هنا والنواة هنا سوف تحجب. إذن يوجد عندي هنا بداية، عندي هنا هالة، هالة من هنا إلى هنا، وأيضا يوجد عندي بداية أيضا هالة من هنا إلى هنا. إذن هذا الإلكترون الموجود في مدار آخر، إذن هذا الإلكترون في المدار البعيد سوف يشعر فقط هنا بواحد، سوف يشعر هنا بواحد موجب انجذاب نحو النواة بهذه الصورة وبهذه الكيفية. يعني هنا سوف يكون عندي بهذا الشكل. الآن لابد لنا أن نذهب، لاحظ هنا انتهينا نحن من الإيثير، عرفنا بأن الإفكت تشارج أي هذه الشحنة المؤثرة، إفكت تشارج موجودة هنا هي عبارة عن موجب واحد. عندي الذي يليها وعندي البريليوم، والبريليوم معروف بأنه عندي هنا بي اي، سنكتبه هنا واعتذر، وعندي هنا موجود أنه عدده 4، 1 2 3 4 كما هو موضح في الرسم. دعونا الآن نحسب كيف يمكن لنا العمل على البريليوم. أوقف الفيديو وحاول أن تحسبها. إذا أتمنى أن تكون قد استطعت حلها. دعونا الآن نرى. الزي افكت عبارة عن 4 ناقص 2 يساوي 2. ما المقصود بهذه الاثنين؟ أنه هنا يعني الترتيب. لو فرضنا أنه هذا الإلكترون سوف يحجب كما تحدثنا، سوف يأخذ هذه الطاقة من هنا إلى هنا، وسوف يأخذ الطاقة الذي في الإلكترون الأقرب أيضا باتجاهه. إذا هذه من هنا أين أتت الاثنين؟ هذه هي السيجما. ماذا سيشعر هذا الإلكترون الذي في المدار الذي أتت إليه؟ طبعا هنا عشوائي، قد يكون هذا وقد يكون هذا. سأشعر بقوة إلكتروستاتيكية مقدارها 2. إذا هذه مقدارها 2، هذا يفسر لماذا تعد ذرة البيريليوم أصغر من ذرة الليثيوم، أنه هي قوة انجذاب، سوف ينجذب، سوف تنجذب بشكل أكبر نحو النواة فتتقلص مقارنة. هنا طبعا بالرسم هنا تبدوان بنفس القياس، لكنهم فعليا هنا البيرينيوم أصغر من الليثيوم. إذا مرة أخرى، هذه الاثنان هي مقدار الشحنة، هذه الشحنة المؤثرة، هذه الاثنان هي الشحنة المؤثرة عندما طرحنا الأربعة كل إلكترونات من السيجما الأقرب إلى المدار، فيعطينا 2، أي أنه سوف يشعر بقوة شد وجذب نحو النواة كبيرة أكبر من الليثيوم. لهذا هذا يفسر لماذا البريليوم، أو هكذا فسر لماذا البريليوم يحمل كتلة أقل إذا ما قورنت بكتلة الليثيوم. وهذا أيضا يفسر لماذا كلما نحن سرنا في الجدول الدوري من اليسار إلى اليمين بهذا الاتجاه، يعني زدنا عدد زي، واضح أن زي دائما تكسب 1 زيادة، لكن الشيلدينج أو الحجب دائما هو عندي دائما ثابت بداية ويساوي 2. هذا يفسر لماذا تتقلص، انه طبعا هنا بصرف النظر عن العناصر التحويليه التي تكون في اللون الاصفر في منتصف الجدول الدوري. اذا هذا يفسر بان يبقى الزي تكسب 1 زياده، لكن الحجب يكون دائما مقدار 2 لو تحدثنا. ها هي، لاحظ مثلا هنا عندنا الليثيوم هنا 1،
هنا بيريليوم كسب واحد أكثر، هنا أيضا البورون أيضا كسب واحد زيادة، إذا أصبح أصغر 98. السي أصبح أقل كسب واحد زيادة لكنه أصبح أصغر 91. أهو على هذه الصورة 73 72 70، هذا ما سأتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. 70 الـ NE، طب الـ NE نيون 70، سوف يهبط. ما الذي يحدث عندما يهبط النيون فينتقل مباشرة إلى الصوديوم؟ الـ NA الصوديوم، نعم الـ NA الصوديوم. 70 إلى 180، ما الذي يحدث؟ طبعا ما الذي يحدث هنا عند الـ NA؟ عند الـ NA طبعا الـ NA هنا نحن فقط نحجب بواسطة إلكترونين، إذا يكون عندي هنا بهذا الشكل E و E. عند الـ NE طبعا، وعند في المدارات الأخرى عندي 10، 10 إلكترونات، لأن أكتبها على 10 E، يعني عندي هنا 8 وعندي هنا 2، إذا مجموعهما 10. عندما أنتقل إلى الـ NA هنا فأنا عندي في فئة 3 اس واحد، اذا انا يعني هنا عندي في المدار هنا الثالث، المدار الثالث سوف يحجب 10 الكترونات وليس الكترونين، اذا هذا الذي يحدث لما يحجب 10 الكترونات، اذا يحدث بان يكون الصوديوم يملك كتلة اكبر. اذا احبتي كان هذا الفيديو للحديث عن الشحنات النووية المؤثرة، ارجو ان يكون الفيديو قد اعجبكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.